أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها ما استجد من خطوات اتفاق الرياض. جددت الحكومة التزامها الكامل بتنفيذ ما يخصها من بنود اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، ذلك في اجتماع عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، بحث خلاله مهام والتزامات الحكومة المتعلقة باتفاق الرياض. الاجتماع ناقش ما أنجزته الحكومة من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات الجنوبية. وفي السياق العسكري، تعرضت سرية تتبع اللواء الأول حماية رئاسية الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل إلى عدن، تعرض للاعتراض المسلح من قبل المجلس الانتقالي، الأمر الذي يعد تصعيدا يمس جوهر الاتفاق. نناقش هذه المستجدات مع ضيوف الحلقة بعد متابعة التقرير التالي. بينما تسارع الحكومة لتنفيذ ما عليها من بنود اتفاق الرياض، تتصاعد يوما بعد يوم العراقيل. نص الاتفاق على عودة اللواء الأول حماية رئاسية كاملا إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن إحدى سراياه القادمة من مأرب تعرضت للهجوم قبل وصولها شقرة، الأمر الذي اعتبره البعض تحديا للتحالف الذي تحركت القوة بالتنسيق معه. في عدن ثمة تحرك حكومي يتصل بمحاولة تطبيع الوضع وتحسين الخدمات على كل المستويات، خصوصا بعد اتهامات وجهت إليها بعرقلة صرف المرتبات ومنع مخصصات المكاتب التنفيذية. الحكومة من جانبها أكدت التزامها الثابت والصارم باتفاق الرياض وتنفيذ كافة بنوده. جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن لبحث مهام والتزامات الحكومة المتعلقة باتفاق الرياض. وفقا لخبر نشرته وكالة سبا، فإن الحكومة ناقشت ما أنجز من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض، وكذا الجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات القائمة، واعتمدت لذلك بشكل عاجل 5 مليارات ريال لتمويل التدخلات في عدن وتعز وأبين ولحج والضالع لتسهيل مهام السلطات المحلية للقيام بواجباتها تجاه المواطنين. المجلس الانتقالي من جهته يبدو محتشدا ضد التحرك الحكومي، معتبرا بعض الخطوات التي تقوم بها استفزازية وتصعيدية، متهما الحكومة بالحشد نحو عدن. وذلك ما نافاه ناطق الحكومة راجح بادي، وقال إنه ليس من حق الانتقالي أساسا أن يعترض القوة كونها جزءا من الاتفاق. هذه المستجدات من شأنها أن تثير التساؤل حول قدرة التحالف فعلا على حماية الاتفاق من الفشل، وقدرته فعلا على الطرف الذي ترعاه الإمارات. إذا مشاهدينا، وحتى نتمكن من الاتصال بضيوفنا، نذكر بمحاور حلقة اليوم التي تدور حول ما تعرضت له قوات الحماية الرئاسية التي كان المفترض ذهابها إلى عدن وفق تنفيذ الاتفاق الرياض الذي ينص على عودتها كاملة إلى العاصمة المؤقتة. ما حدث، كيف يؤثر على سير اتفاق الرياض؟ هنا نتساءل أيضا في ظل وجود الحكومة الشرعية في عدن، وكيف سيؤثر ذلك على تسييرها أيضا للأعمال في عدن بالتزامن مع استمرار المجلس الانتقالي في كونه كيان موازن غير شرعي داخل الدولة. إذا مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. أهم ما تناولته مواقع الأخبار المحلية وآخر ما تقوله الصحافة العربية. كشك الصحافة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نبدأ النقاش مع ضيفي من اسطنبول، الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش المهتم بالشأن اليمني. سيد محمد، مساء الخير. أهلا، مساء النور. سيد محمود، بالنظر إلى العمر الزمني لتوقيع اتفاق الرياض وما جرى من تأخير لتنفيذ أهم بنوده مثل عودة الحكومة ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة أيضا، كيف تتابع أنت مجريات الأمور كمراقب ومهتم؟
بداية تحية لك وتحية أيضا لمشاهديك المحترمين. طبعا شكرا يعني لك. منذ الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة، شاهدنا بعض الخطوات من الطرفين في سبيل تنفيذ هذا الاتفاق، لكن لم تكن هناك اتفاقات خطوات كافية تدل على أن الاتفاق سيطبق فعلا على الأرض. في الحقيقة هناك عدة أسباب لهذا الأمر، الأبرزها أن اتفاق جدة لم يضع خطوات عملية واضحة لكيفية تنفيذ الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، على الرغم من أنه حمل بعض العناوين العامة على سبيل إنهاء الأزمة في الجنوب اليمني، عودة الحكومة الشرعية إلى عدن والمناطق التي خرجت منها بعد انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي، إلا أن هذا الأمر بتقديري غير كافي، لأنه الآن ما بعد الإعلان عن الاتفاق كل طرف يريد أن يفسر الاتفاق بطريقته الخاصة. حتى شاهدنا بعض الخطوات للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام الأخيرة، وبالتحديد خطوات عسكرية لا تؤشر على أن هناك رغبة أو نية حقيقية أو نية جدية في تنفيذ الاتفاق وتحويله إلى أرض الواقع. هذا الأمر يعكس في جانب منه حالة من ربما أن يعني لا توجد هناك ثقة كافية حتى الآن بين طرفي الصراع، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وأعتقد أن الثقة لا زالت بحاجة لأن ترمم بشكل كبير. واتفاق جدة وحتى جهود التحالف العربي في إنهاء هذه الأزمة بحاجة إلى وقت طويل، وبحاجة إلى بناء عامل الثقة بين الأطراف اليمنية بالدرجة الأولى وبين جبهة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. من دون ذلك أعتقد أن الأمور لن تكون على الأقل خلال المرحلة المقبلة تتجه باتجاه أن يعاد تطبيع الأوضاع في جنوب اليمن. وأنا أعتقد بأن أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي يستغل بعض الأمور الغامضة في الاتفاق ويحاول أن يستثمر أكثر في المشهد الميداني من أجل تحقيق مكاسب سياسية ومن أجل أن ينفذ اتفاق جدة وفق رؤيته لا وفق رؤية الحكومة الشرعية، وهذا الأمر بحد ذاته يسبب مشكلة فيما يتعلق بالاتفاق. أرجو أن تبقى معي. ينضم إلينا أيضا من أبها الكاتب والمحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور سيد سلمان، كيف تتابع ما تم حتى الآن من اتفاق الرياض؟ بداية أحييك وأحيي ضيفك وأحيي السادة المشاهدين. حتى الآن يعني لا نستطيع أن نحكم على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في فترة معينة أو حسب أهواء محددة. الأمور لا تزال تسير بخطوات، صحيح أنها متأخرة، ولكن في الأخير هي تسير مبيا نحو تحقيق الهدف الأساسي. نعم، نحن نريد أن نتكلم حول ما تم حتى الآن. ما تم حتى الآن يعني أنا أعترف بجزء من التقصير من الحكومة الشرعية، ولكن ليس يعني ذاك التقصير الذي سنحكم عليه بالفشل. هناك بطء فقط في الرتم. أتوقع أن الأمور حاليا وخلال هذا الأسبوع هناك مبشرات جيدة، خاصة وأن يعني أنا أحمل بصراحة في البداية هذا التأخير رئيس الحكومة عبد الملك، يعني أنا لا أعلم يعني ما هي الأسباب أو المبررات الموجودة لديه لهذا التأخير. يعني من المفترض بعد عقد الاتفاق والتوقيع عليه في الرياض، ودعيني أقولها بكل صراحة وبالفم المليان، أن يتم اتخاذ إجراء صارم. من أراد الوزارة والمنصب والحقيبة الوزارية عليه أن يتوجه فورا إلى عدن، حيث كان هناك محدد كما تعلمين ويعلم السادة المشاهدين هناك فترة أسبوع، ثم هناك فترة 10 أيام، ثم هناك فترة الشهر. يعني الآن مر أكثر من الشهر، للأسف لم نجد التحرك المرضي. هذا يتحمل هذه بصراحة التقصير حكومة معين. يعني إذا الرجل ليس لديه المقدرة على التحكم في وزرائه وإحضارهم إلى عدن والبدء في تنفيذ المشروع والآلية وفق ما تم الاتفاق عليه، ولا يعني يترك المجال لغيره. لكن انا لا زلت ارى في الافق املا، يعني لا زال هناك نورا. يعني نحن لا نريد ان نقول ان النفق مظلم تماما، هناك نور، هناك امل، هناك عقلاء، هناك من يحاول. يعني والله بالصراحه المجلس الانتقالي الى الان مواقفه جيده ورائعه جدا. نحن ننتظر من الحكومه الشرعيه شيء فعلي، نريد شيء على ارض الواقع. يعني في الحقيقه ما يحدث الان من تاخر او تباطؤ ليس في صالح الحكومه الشرعيه. الحوثيين يستغلون مثل هذه الفرص، ولذا نجد هناك حالات من
الحوثيين وهجمات يمارسونها في عدن لا تزالت تؤكد أن المستوى الأمني بحاجة إلى جدية نوعا ما. هذا ما يمكن القول به بكل صراحة، وب يعني لو أطلت عليك، لكن هي الحقائق الآن. يعني أنا أحمل لا أنا لا أحمل عبدي ورب هادي ولا أحمل علي محسن المسؤولية. أنا أقول وين الشامعين؟ جبناك شامعين تعين، ما لقيناك شامعين تريد من يعينك. لذا هنا أنا أتوقع الخلل، وأعتقد أن رجل بالصراحة غير صارم ولا يوجد لديه أجندة واضحة لتمرير الاتفاق الذي تم. يعني نحن لا نعلم أين الرجل الآن. أرجوك تبقى معي، أحاول نعم أحاول ما قلته لضيفي من إسطنبول السيد محمود. سيد محمود، السيد سلمان عسكر المحلل السياسي يحمل الحكومة ويحمل معين عبد الملك بالتحديد التأخير والمماطلة في تنفيذ اتفاق الرياض، كيف ترد أو كيف ترى ذلك؟ طبعا تحية لضيفك الكريم من جدة. أنا طبعا لا أريد أن يعني أن أعلق على اتهامات أو أن أتهم أطراف سياسية. أنا ما أريد أن أقوله بأن المرحلة الحالية بحاجة لإعادة ترميم الثقة بشكل كبير بين الحكومة الشرعية وبين مجلس الانتقال الجنوبي، وهذا الأمر يقف على عنصرين أساسيين. العنصر الأول أن تكون هناك نوايا حسنة متوفرة لدى كلا طرفي الصراع لإنهاء هذه الأزمة والعودة إلى الوضع في عدن إلى ما قبل الانقلاب العسكري الأخير الذي قام به المجلس الانتقالي الجنوبي. والأمر الآخر يقف على جهود التحالف العربي نفسه، ويجب على المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات أن تتسعان باتجاه إعادة تحويل اتفاق جدة من اتفاق سياسي على ورق إلى اتفاق ينفذ على أرض الواقع. في الحقيقة أنا أتفق مع ضيفك الكريم من جدة بأن الوقت لم يعد مناسبا لصالح الشرعية في أن تطول هذه الأزمة، ومصلحة اليمن واليمنيين عموما في هذه المرحلة بالتحديد أن تتم المسارعة في عملية إعادة تطبيع الوضع في جنوب اليمن، لأننا نحن في اليمن قادمون الآن على مستوى جديد من الصراع وعلى تحدي جديد، وهو التحدي عملية السلام أو عملية التسوية بين جماعة الحوثي وبين المملكة العربية السعودية. هناك عدة مؤشرات على اقتراب مساعي التسوية، هناك كلام كبير عن أن اليمن فعلا قد يتجه إلى الدخول في مرحلة جديدة من الصراع. من المهم في هذه المرحلة بتقديري أن تذهب الشرعية إلى جبهة موحدة وليست جبهة مفككة لمواجهة المشروع الحوثي في اليمن. إذا ذهب التحالف العربي وإذا ذهبت المملكة العربية السعودية إلى تسوية مع الحوثيين أو إلى طاولة المفاوضات مع الحوثيين من دون إعادة الوضع في جنوب اليمن إلى ما كان عليه قبل الانقلاب العسكري، ومن دون توحيد جبهة الشرعية، فستذهب المملكة إلى طاولة المفاوضات أضعف من أي وقت مضى. لأن الآن وحدة الجبهة الشرعية على الأقل هي وحدة للمشروع اليمني في مواجهة المشروع الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن. من المهم جدا في هذه المرحلة، واليمن يقترب من تحديات كبيرة، أن يعاد كما قلت ترميم الثقة بين الأطراف اليمنية، وأن يكون هناك أولوية للمشروع الكبير، وأن يكون هناك أيضا منح الإعطاء الأولوية للتأكيد على وحدة الأراضي اليمنية، وبأن اختلاف الأجندات السياسية لا يعني اختلاف على وحدة اليمن. تبقى وحدة اليمن يجب أن تكون أولوية بالنسبة لكل الأطراف، وأيضا يجب أن تكون أولوية بالنسبة لكل دول الخليج. لذلك أنا أعتقد وأدعو من منبركم الكريم كل الأطراف اليمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، إلى تنحية خلافاتهما جانبا، وإلى الجلوس على طاولة واحدة بنوايا جيدة لإعادة ترتيب الوضع في جنوب اليمن، والتركيز على المشروع الأهم الذي يواجه الآن المشروع الوطني اليمني في اليمن، وهو المشروع الحوثي والمشروع الإيراني الذي تريد من خلاله طهران أن تستثمر الآن كل سنوات تدخلها في اليمن من أجل كسب وقطف ثمار التدخل العسكري الإيراني في اليمن لجانب الحوثيين. من المهم في هذه المرحلة أن يكون اليمنيون على موقف واحد، هذا الأمر أنا أعتقد يعتمد بدرجة مباشرة على أيضا المجلس الانتقالي الجنوبي. هذا لا يعني أنه لا يتحمل مسؤولية في هذا الأمر، بالعكس المسؤولية تقع على عاتقه بالدرجة الأولى، ويجب أن تعاد الحكومة الشرعية إلى عدن من دون أي شروط. السيد محمود علوش الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من إسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي من أبها
المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. سيد سلمان، نص الاتفاق على عودة اللواء أول حماية رئاسية كاملا إلى عدن، وفي طريق التحاقها بقوة اللواء تعرضت سرية تتبع هذا اللواء لهجوم مسلح من قبل القوات الانتقالي. في أي سياق يمكن أن تضع هذا التصعيد المسلح؟ لا نستطيع فيه أن نحكم بأن هذا الإحداء ومن المجلس الانتقالي. هناك تدخلات الأوضاع الأمنية بصفة عامة وبصراحة. ناطق الحكومة الشرعية أكد ذلك. بصراحة ما عندي معلومات مفصلة، ولكن برضو الأوضاع الأمنية في عدن غير مرتبة. يعني نحن نتمنى من الوزير الميسري أن يكون هناك حفظ للأمن في العاصمة المدينة الصغيرة عدن. فقط نحن لا نطالب بحضرموت ولا نطالب بمأرب ولا نطالب. يا أخي احفظ الأمن في عدن فقط، هذه العاصمة الصغيرة التي يعني ليست بحاجة إلى لواء أو فريق لحفظ الأمن فيها، هي بحاجة إلى شخص يريد الأمن والاستقرار فقط. طيب، الملف الأمني حاليا بيد السعودية في عدن، كيف تعلق على ذلك؟ الملف الأمني حاليا وفق اتفاق الرياض بيد السعودية بعد انسحاب القوات الإماراتية من عدن. القوات السعوديه او القوات الاماراتيه المتواجده في عدن ليست مسؤوليتها حفظ الامن داخل المحافظه يا سيدتي، هذا سياج امن لحفظ المدينه، امن المدينه. هناك فرق بين امن داخل المدينه وبين حمايه المدينه من اي اعتداءات حوثيه او دخول ممنوعات او مهربات ايرانيه. نحن نريد ان نضع النقاط على الحروف، لا نخلط الامور يا سيدتي. ما يحدث الان وانا اقولها بالفم المليان، وزراء الشرعية عليهم إعادة النظر. أنا لست بحاجة إلى وزير إعلام كل مهمته تغريدة على تويتر لعدد متابعين لا يتجاوز تقريبا 1000 متابع أو تعيهم 100,000. أنا الشعب اليمني بحاجة إلى إعلام. يعني أنا أطالب من على منصتكم وعلى قناتكم الوزير الإعلام عمر الأرياني أن يكون له بصمة. الإعلام الحوثي قوي جدا، والإعلام الشرعي بصراحه لا يوازي الاعلام الحوثي. اذا لم يكن هناك خطه اعلاميه لدى الارياني، فاليمنيون ليس بحاجه الى تغريداته والتبطيل وراء كل صغيره وكبيره. ايضا وزير الداخليه لديه مهمات محدده، يجب عليه ان يراعي هذه الظروف الراهنه وان يعمل بكل امانه. يعني من المؤسف ان بعض الوزراء يا سيدتي الى الان يزالون خارج اليمن، البعض في البحرين والبعض في السعوديه والبحرين، وهناك البعض في القاهرة وآخرون لا ندري أين هم. أين حكومة عبد الملك معين؟ هذا الكلام قد يغضب الشرعية ويقول لا نحن موجودين. الموجودين على الأرض في اليمن قطعة وزراء وللأسف مختلفين. يعني لم يعني الظروف الراهنة كما أشار ضيفك السابق. سيد سلمان، أرجو أن تبقى معي. معنا من إسطنبول أيضا الباحث والمحلل السياسي حسن مغلى. سيد حسن، مساء الخير. هلا سيد حسن. سلمان عسكر يحمل الحكومة الشرعية كل المسؤولية فيما جرى من مماطلة لاتفاق الرياض، أنت كيف ترد على ذلك؟ الله المستعان. كيف نحمل الحكومة وهي تسعى للسلام؟ أولا فيما قاله هو أنه لا توجد هنا، ينفي أن قوة النخبة وقوات الوزارة الأمنية هي اللي من قامت بالهجوم على القوة الشرعية. أين هي، من هي القوة الثالثة؟ إذا كان هناك قوة ثالثة مختلفة عنها عن الجيش والنخبة، ما هو دور الإمارات في هذه العملية كلها؟ نحن نعلم جيدا أنه لولا الدعم الإماراتي لهذه أو الدعم بعض الدول كما تعرف لهذه النخبة وهذه الحزام الأمني، ما كان لهم أن يهجموا على الجيش الوطني الذي جاء لحماية عدن. اولا ولا يتكلم عن الاختلالات الداخليه، ان لما جاءوا لحمايه عدن من الداخل. اذا ما دوركم؟ انتم منعتم الاعلام، منعتم، حبستم الاعلام عندكم في السعوديه، حبستم القاده العسكريين، حبستم كل الاراده اليمنيه حبستوها عندكم، وتركتم عبد الملك رئيس وزراء ياتي الى عدن ويبقى محبوسا في معاشيق، لا يستطيع ان يمارس اي نشاط في داخل في الوزارات. كل الوزارات بأيدي الحزام الأمني، كل الوزارات بأيدي المتنفذين المدعومين من قبل الإمارات. فكيف هو يتكلم بهذه اللهجة وأنه لا يحمل الحكومة المسؤولية؟ هذا كلام فاضي، هذا كلام غير معقول وغير منطقي أن يحمل الحكومة تسعى جاهدة
الى الى الى, إلى الاتجاه نحو السلام. وفي الاصل اساسا لقاء الرياض هذا ما كان له ان يتم، يفترض ان لا يكون هناك تفاهم مع هؤلاء، لانهم من البدايه هم لا يعترفون بالشرعيه ولا يعترفون. فلماذا جاء التلف عشان يعيد الشرعيه؟ اما جاء يعيد الانتقالي واصحابه؟ هذه هناك يعني كثير من الالغام والفجوات التي يجب ان يجيب عليها هذا المتحدث السعودي. إذن سأوجه له ما قلت، سأوجه له ما قلت سيد حسن. سيد حسن سأوجه له ما قلت الآن سيد سلمان، لو تسمعني. الحكومة تسعى جاهدة لأجل السلام كما يقول حسن مغلس، السعودية هي من تقيد الحكومة وتتحكم بتحركاتها، كيف ترد؟ يا سيدتي أنا لا أريد أن أدخل في جدل بيزنطي. إذا الرجل لديه أي هجوم على المملكة العربية السعودية أنا لا أدري، أريد مبرر لذلك. منذ سنتين ومنذ ثلاث سنوات ومنذ خمس سنوات وهناك من يقول بأن عبد ربه هادي منصور معتقل في السعودية، وأن ونائب يا جماعة إحنا معليش اسمحي لي أسأل سؤال لضيفك. تفضل. وش نريد من هؤلاء عشان نعتقلهم في السعودية أو نحبسهم؟ وش الفائدة من هؤلاء؟ احنا ودنا انهم في اليمن، ودنا ان الامن مستقر، ودنا ان قادرين يحكموا بلدنا. يعني ايش اللي يعني وش فايده المملكه العربيه السعوديه؟ لا نريد كلام ساذج تافه. ما هي مصلحه المملكه العربيه السعوديه من ان يعني عبد الملك معين الان في المعاشيك. طيب ماذا سوى عبد الملك؟ ماذا عمل؟ عنده حمايه وعنده حرافه وعنده كل حاجه، ماذا عمل؟ الخلل يعني لا نريد ان تكون المملكه العربيه السعوديه شماتها. المملكة العربية السعودية دورها في اليمن لا يختلف عليه اثنين، قدمت الصغيرة والكبيرة، ضحت بأبنائها، ضحت بأموالها، ضحت باقتصادها، ضحت بصحتها من أجل اليمن. ثم يخرج لنا من يقول المملكة العربية السعودية تعتقل عبد ربه هادي منصور؟ هالكلام غير معقول. نحن نريد ماذا قدم علي محسن؟ ماذا قدم علي محسن؟ ماذا فعل علي محسن؟ طيب ثم يعني علي محسن إلى الآن هو قائد عسكري كان يصول ويجول اليمن خلال فترة علي صالح، لماذا هو نائم الآن؟ ماذا قدم علي محسن؟ منذ أن عين علي محسن إلى الآن بدال بحاح بالأمانة، ماذا قدم لليمن أو للشعب اليمني؟ القوات لا تزال في مواقعها، الخطط لا زالت في نفسها هي التي ذاتها قبل خمس سنوات، الضعف لا يزال، يعني لم نجد من الجيش الوطني الذي يتكلم عنه ضيفك شيء. نريد ان يتقدم على الاقل الجيش الوطني مترا واحده. ثم في الاخير المملكه العربيه السعوديه بدل ان نقول ان يقولوا شكرا لمركز الملك سلمان، بدل ان يقولوا شكرا لقوات التحالف الجويه، نحن المملكه العربيه السعوديه تسبب لهم غنصه لانها واقفه في حنجره ايران. العملاء كثير للاسف من يعمل مع ايران اكثر من الذين يعملون مع اليمن. وأنا أقولها حقيقة وصراحة، الذين يعملون مع إيران في الظاهر والباطن أكثر من اليمنيين الأوفياء. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من أبها سلمان عسكر. سيد حسن إذا كان لديك تعليق على ما قاله تفضل. أكيد لدينا تعليق وتعليق كبير. نحن لا إلى اليوم السنة الرابعة ولم نسمع الرئيس حتى خطاب. ماذا يعني هذا؟ هل الرئيس لا يريد أن يخاطب شعبه؟ أما خصوصا بين الرئيس الشعبي، هذه كلام جاء الرجل الأفضل يستهدف الآن أسماء وأشخاص للأسف الشديد. هذا ليس محللا، هذا جاء يهاجم أشخاص وأسماء. نحن لا نتكلم في غيبيات. المجتمع يحس أو يلمس كل ما يحدث في نحن لا نقول للسعودية ننفي مساعدتنا لنا بالمرة، ولكن نتحمل كل المسؤولية. يتركنا لحالنا، يتركنا التحالف، يترك الدعم الانتقالي، ونحن سنريه من هو الانتقالي هذا الذي في 8 اغسطس في شهر اغسطس كان قد فر الى الجبال. لو انك تدخل طيران الاماراتي، من قتل 300 مواطن عسكري في 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 اغسطس من هذا العام؟ اليس الطيران الاماراتي؟ اليس هذا تدخلا سلبيا في المعركه؟ نحن نعلم جيدا والشعب يعلم ان هناك اليد اللي تمنع من تقدم واليوم والشخص هذا الرجل الان صاحب او الاعلام السعودي يقول ما قدروا يقدموا شبر، كلما تقدمت القوى الوطنيه شبرا في نهم او في قام الطيران بقصفهم واخرها الصاروخ الذي ضرب الى داخل من جبل الى 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 الى, إلى, إلى داخل مارب، كان صاروخ موجه عبر الاقمار الصناعيه لا يمتلكه حتى الحوثيون. نحن نواجه للاسف الشديد
يعني شعارات السعوديه انها تريد ان تقوم مع الشرعيه، وبنفس الوقت تكسر مقاديم الشرعيه، تكسر اجنحتها، تكسر يعني المناضلين، او نحن كفيلين بان ننتهي من هذا الحوثي وننتهي من هذا الانتقالي، والله كفيلين. الجيش الشعب والجيش الوطني عندهم القدره الكافيه بدون يعني يتركونا لحالنا، واحنا سننفذ كل شيء. ولكن هو يتكلم يعني فرملونا واخذوا مننا كل شيء، ثم يقول لم يعملوا شيء ولا نفعل، الحكومه لم تعمل شيء. طيب الحكومه لا تستطيع ان تنزل بدون قوه عسكريه، هل يسير مع رئيس الوزراء تسير عده مصفحات واطقم سعوديه الى داخل الوزارات يفتح فيها؟ لا يستطيع رئيس الوزراء، لا يستطيع. اول ما جاء الى معاشي قام الحراك او الانتقال بركز الخيام وعمل يعني تهديدات للوزراء بعدم التجول في داخل عدن، هذا كلام فاضي، الناس كلها عارفة. اليوم عدن تحولت إلى أسوأ ما يكون، هذا بسبب هذا الانعدام الأمني. تبنى في المدارس وفي الصهاري وفي تبنى بنايات محرمة أساسا، دخلوا احتلوا المتحف العسكري، احتلوا كل الشبر، ناس هؤلاء حتى لا يفهمون في المدنية. طيب سيد حسن، ولنعود لمحاور هذه الحلقة في محور لم نتحدث عنه، وهو دور وهو دور الحكومة حين عادت إلى عدن. ما الذي عملته في عدن؟ إلى أي مدى يثق أبناء عدن في الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتطبيع الخدمات وتطبيع الحياة من جديد في عدن؟ المشكلة يا أختي ما استطاعت أن تطلق الإجراءات هلا. لكن من ينفذ؟ المشكلة أنه المكاتب نفسها، المكاتب التي تقوم عليها الإجراءات مغلقة، المكاتب مشلولة يعني محتلة من قبل المجلس الانتقالي. إذا كان عين عينك اليوم سلم مبالغ دعم لصحيفة 14 أكتوبر، وصحيفة 14 أكتوبر يعني مختطفة من قبل الانتقالي، ويقولون الرئيس عيدروس الزبيدي، وكأنه لا يوجد إلا رئيس إلا عيدروس الزبيدي، فكيف نتكلم عن ماذا؟ البلد يعني في حالة فوضى عظيمة، فوضى يعني كبيرة جدا، لا نستطيع أن نقيم يعني أي وزير لا يستطيع أن يذهب إلى وزارته، مسؤول لا يستطيع أن يفعل أي شيء. يعني أمس قتل مدير مديرية شبوة مجاهد، قام بتهديده رئيس مسؤول النخبة اللي هو اسمه الضوحري، هذا قام بتهديده أول يوم وثاني يوم اغتاله تهديد مباشر، والتليفون مسجل ولا صور قد سجلت وسربت المكالمات. من يقوم من المسؤول على هذه الاغتيالات؟ المسؤول عن هذه الاشياء حتى في عدن الاغتيالات كثرت بعد نزول الحكومه، 7 اغتيالات في خلال 72 ساعه. ايش ما هذا؟ اغتيالات وقتل الناس. ما الذي يشير له زياده هذه الاغتيالات مؤخرا باختصار ارجوك؟ باختصار اذا كان شلال لا تصرح، شلال لو تصريح صادق انه قتلت محافظ عدن كعفر سعيد بايديهم ويتم التحقيق معهم، لماذا لا يخرجوهم حتى الان؟ حتى نعرف من هم القتله، هم يعلمون من القتله ويعلمون ان هي العصابات اللي تنفذ احكام الاعدام في المواطنين في داخل على المسؤولين على القاده العسكريين على المسؤولين الامنيين. هؤلاء كلهم موجودين يعرفونهم تماما، ينفذون العمليه بحمايه امنيه تتبع شلال اساسا. ثم ينكرون هذا. هو عدن الان اصبحت في حاله خوف ورعب وعدم انتظام، فكيف الحكومه ان تعمل في هذا الجو؟ نريد نطهر هذا الجو اساسا. من يفرض نفسه على المواطنين في داخل عدن هذا الانتقالي الذي هو اساسا غير مرغوب به؟ الناس يعتقدون انه له تواجد شعبي، هو غير ليس له تواجد شعبي، هو له تواجد مناطقي من منطقه معينه، هم من يريدون الفوضى في عدن. ولا قد تنقل الامور الى ما لا يحمل عقباه، قد تكون هناك صدامات شديده بعد كذا، لا يستطيع لا التحالف ولا احد ان يوقف هذا الزحف، يوقف الثوره التي ستقوم. يعني الناس وصلت الى يعني الى حد الى بلغ السيل الزبا كما يقال. فالمسؤول الامني فداء المسؤول المباشر عن امن عدن وفوضى اللي في عدن هو الانتقالي. الحكومة تسعى وصلت الفكرة. سيد حسن مغلس، كنت معي من اسطنبول، الباحث والمحلل السياسي، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة وديع عطا وكافة الطاقم، إلى اللقاء.